ماشي، ما رح اتاخر. اسمعيني، رح جيب لك معي هديه. ماشي، باي. شو هاد؟ كأنه مات. شو؟ هرش؟ يعني هرش مات وقتها؟ ايه. بس صار شي ما كان متوقع ابدا، غير لي كل شي ودمر كل حياتي وقتها. انت شو عم تحكي؟ هرش عايش معي انا وهو بيكون زوجي وشريك حياتي كمان. انا خسرت زوجي بسبب هذا الرجال. كيف؟ وقت مات هرش كانوا الناس حوالي، ومن بيناتهم كان في شخص كبير. ووقت موته هداك الشخص عمل شي، وبسبب يلي عمله أنا وإنتي التقينا هلأ مع بعضنا. مين؟ مين هالشخص؟ قولي. تريكال، تعرض الشاب للدغة ثعبان مسموم، ولحتى نحن نقدر نطالع السم من جسمه لازم نحن نلاقي نفس الثعبان اللي لدغه، وقتها بس مننقذ حياته. الثعبان يلي لدغه سمه كتير قوي. هذا الثعبان اللي لدغه لهالرجال، بيقولوا الثعبان ما بيشرب سمه، بس هذا الثعبان بالعكس ليكو عم يعمل هالشي. شوفوا، في شي غريب عم يصير. هالرجال قدر ينفذ للموت، في شي غريب. هذا الشخص أنقذ حياتك، لازم تقوم تتشكره. قوم يا ابني. شكراً كتير لأنك قدرت تنقذ حياتي. ما رح انسى فضلك هاد طول عمري. بس انا ما عملت شي، انا عملت واجبي مو اكتر من هيك. لا تتشكرني، هلأ حياتك بلشت من اول وجديد. لا، انا ماني مصدقة هاي القصة كلها كذب. عم تألفيها لأهدافك الانانية. هذا الشي ما صار ابدا مع هرش. يعني هلأ انت بدك تحاولي تقولي اني اجيت لحتى اشتغل عندك وبس؟ مو صحيح. أنا جاية لحقق هدفي.
لأني هديك الحية يلي زوجة عضه لزوجك. لا لا لا، يلي صار أكيد غلط. هدول الناس تآمروا مشان يقتلوا لزوجي، بس بوعدك إني رح أنتقم لموتك منهم. بس يا جومكي، هارش ما دخلوا بالشي اللي صار. هارش ما إله أي ذنب صدقيني، لأنه زوجك هو اللي عضه. إيه صح، هو أنقذ زوجك وخسر حياته، ولهيك أنا أجيت لحتى أنتقم لموت زوجي وخليكم كلكم تدفعوا تمن يلي صار بوقتها. كأنه في عاصفة جاي، قبل شوي كان الجو صاحي. بوعدك وعد صادق، أنا جاي لحتى حقق هدفي وبس، وماني رايحة أبداً إلا وما أنتقم من زوجك هارش. أنا كنت بقدر أقتلك وقت يلي بدي، بس لو عملت هيك هارش وقتها ما رح يتقبلني معه، ولهالسبب رح خليكي تموتي موتة بطيئة كتير، ورح طالعك من حياته، وحتى هارش ما رح يلاحظ أبداً كيف بعدت بيناتكم، ومن بعدها هارش رح يكون إلي أنا وبس، وحتى عيلته لهارش رح تصير عيلتي، وكل شي رح يكون ملكي أنا. وإذا كنت مفكرة إنك بتقدري توقفي بوشي، بتحداكي جربي وقفيني هلأ إذا بتقدري.